السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الأفراح بقريتنا قرية البقلية بتاريخ 13/2019 نتعرف على حلواني شرقي يقوم بعمل تشكيلة جميلة من الحلويات الشرقية اللي يقيم بها مأدبة استقبال الضيوف. سيادتك الشيف وليد زهران. الشيف وليد زهران، انتوا اللي انتوا بتعملوه ده اسمها كنافة أصابع، كنافة أساور. كنافة أصابع، كنافة أساور، بسيمة، هريسة، ده اللي انتوا بتعملوه ان شاء الله. لديدة، حمام. طبعا هو الكنافة وبعدين بتعمل العصير حضرتك. يعني انت بتشكل المادة الخام وبعدين بتعمل العصير. الشربات عبارة عن ايه سيادتك؟ شربات سكر، عسل، جلوكوز، مية. سكر، عسل، جلوكوز، مية. ايوه. وهتعملوا ايه النهارده غير الكنافه؟ هنعمل بسبوسه. هيتعمل البسبوسه. وهنعمل بسيمه. اسمها بسيمه؟ بسيمه. وهنعمل هريسه. ايوه سيادة. وهنعمل جلاش، تشكيله من الجلاش. ايوه. انا بقرا عشان الصوت. وايه؟ وهنعمل تورتتين النهارده للعريس. ربنا يتمم بخير يا رب. انت تزين الدنيا كلها يا محمد. ربنا يتم خير. لا مش هجيب صوتي بس. شكرا يا جماعة.